سلام، انا تسوني امل من حضانه ماري جرجس دي بشر. بنستقبل الاطفال من سن من عمر 3 شهور حتى سن ما قبل المدرسه 5 سنوات. احنا حضانه انجليش وعندنا كلاس فرنسي. احنا بندي الاطفال منهج ماري مونتسوري تزويد القدرات، وده من خلاله بنعلم الطفل ازاي يستخدم حواسه كلها، وده بيساعده على تنميه قدراته ومهاراته. دي نقطه. ثانيا بناخد قصة البايبل ستوري، وهي القصة من الكتاب المقدس، والقصص دي بنقوم بيها عن طريق تمثيل الأطفال لقصة ذات نفسها. وكان معانا شفيعنا شفيع البيعة القديس ماري جرجس النهاردة في قصة البايبل ستوري، وفعلا الأولاد قاموا بتمثيل القصة كلها. بسم الاب والابن والروح القدس، إله واحد أيضا. It's time to the Bible. دلوقتي يا صحابي وقت البايبل ستوري بتاعنا، يلا بينا نقول مع بعض السونج بتاعت البايبل. انا عندي كتاب وانا حبيته، وجوه في قلبي خبيته. انا عندي كتاب وانا حبيته، وجوه في قلبي خبيته. ملا قلبي نور نور فرح وسرور، ملا قلبي نور نور فرح وسرور. والشيطان منصور بكلام يسوع، والشيطان منصور بكلام يسوع. هس هس هس، بابا يسوع واقف في النص، والعذراء اللي بتبص، والملايكة تقول هس هس هس. كيسة بايبل النهاردة يا صحابي عندنا ستوري حلوة جدا جدا جدا، تيجي نعرفها. كان في ولد صغنن كان قاعد زعلان. الميس قعدت تسأله مالك انت زعلان ليه؟ قال لها يا ميس انا حصل معايا حاجة وحشة قوي. قال لها قالت له يا ترى هي ايه؟ في واحد صاحبه قال له انت مسيحي؟ بص له كده لا انا مش مسيحي. قالت له انت رديت عليه قلت له كده؟ طب تعالى معايا اقعد اسمع الستوري اللي احنا هنحكيها دلوقتي. كان في بلد اسمها كابادوكيا. اسمها ايه يا صحابي؟ كابادوكيا. اسمها ايه البلد دي؟ كابادوكيا. كابادوكيا دي كان بيعيش فيها امير حلو خالص اسمه أنستاسيوس. اسمه ايه؟ أنستاسيوس ده كان امير عظيم جدا جدا جدا، وبيحب الناس جدا يا صحابي، وكان بيديهم حاجات كتير. كان بيدي الفقراء، وكان بيدي المحتاجين. اللي ما عندوش ماني كان بيديله، واللي ما كانش عنده أكل برضه كان بيديله. وكان ملك عظيم جدا جدا جدا، وكان كل الناس يا صحابي بتحب الملك مين؟ أنستاسيوس. اسمه ايه؟ أنستاسيوس. طب أنستاسيوس يا صحابي اخذ الملكة سأوبستي. اسمها ايه يا صحابي الملكة؟ سأوبستي. سأوبستي دي كانت اميرة جميلة جدا يا صحابي، وكانت هي مرات او زوجة أنستاسيوس. تمام؟ وبعد كده يا صحابي جابوا اطفال، جابوا طفل اسمه جرجس. جابوا طفل اسمه ايه؟ جرجس. وكمان كان عندهم 3 بنات. كان عندهم كام بنت؟ 3 بنات. يعني كانوا كام؟ 4 يا صحابي. كام؟ 4. كان جرجس وكان ال3 بنات بس يا صحابي. كانوا كل يوم يا صحابي يجمعوا بعض ويقفوا قدام بابا يسوع ويقعدوا ايه؟ يصلوا. كانوا بيحبوا بابا يسوع جدا، وكانوا على طول بيروح الكنيسة، وكان بيروحوا يتناولوا، وكانوا بيعملوا حاجات حلوة قوي. وكانوا عايشين في بيت كبير خالص. عايشين في بيت ايه؟ كبير خالص. البيت دوت يا صحابي كان مليان حاجات حلوة قوي. كان جرجس على طول بيلبس لبس حلو، وكمان الامير والاميرة كانوا بيلبسوا لبس حلو، والبنات كمان. وكانوا بياكلوا في اواني فخار شكلها حلو جدا وجميلة جدا جدا وغالية قوي قوي قوي. يعني هو كان غني يا ميس؟ كان غني، كان معاه فلوس كتير جدا يا صحابي، كان معاه ماني كتير جدا جدا. بعد كده يا صحابي وجرجس عنده 10 سنين، بابا الملك أنستاسيوس او الامير أنستاسيوس طلع السما. راح فين؟ طلع السما. وساعتها يا صحابي جرجس كان زعلان جدا 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 ومتضايق. يا ترى بابا يسوع هيسيب جرجس متضايق؟ بابا يسوع هيسيب جرجس متضايق؟ لا. بعت له امير صاحب بابا
اسمه يوستوس. اسمه ايه يا صحابي؟ يوستوس. يوستوس ده كان امير، كان برضو شاطر جدا. راح لماما، مامة جرجس، وكلم معاها، قال لها انا هاخد ابن الجرجس وهربيه وهعلمه الفروسية. عارفين يعني ايه يا صحابي فروسية؟ يعني ان هو يبقى فارس يركب على ايه؟ على حصان، ويبقى شجاع جدا، وهعلمه كل حاجة حلوة جدا. راحت مامته قالت له انا موافقة يا امير يوسف ان انت تاخد مين؟ تاخد جرجس. فعلا يا صحابي الامير يوسف اخد جرجس وعلمه ازاي يركب الحصان، وكان جرجس ده اشطر واحد واصغر واحد يركب ايه؟ يركب ايه يا صحابي؟ الحصان. برافو عليكم. وفعلا يا صحابي كبر جرجس وهو عنده 20 سنة. كان عنده كم سنة؟ 20 سنة. 20 سنة. مامته ساوجستي طلعت السما. راحت فين يا صحابي؟ طلعت السما. يا ترى جرجس كان فرحان ولا زعلان عشان مامته راحت السما؟ كان فعلا يا صحابي زعلان جدا. يا ترى بابا يسوع سابه؟ لا، بابا يسوع فضل ايه؟ ماسك فيه ومتمسك بيه خالص، وهو كمان كان بيحبه، وكان ماسك في مين؟ ماسك في مين يا صحابي؟ بابا يسوع. وفعلا يا صحابي بابا يسوع خلى الامير يوستوس يكون مع مين؟ مع جرجس، وما يسيبوش خالص. وبعد فتره يا صحابي الامير يوستوس دوت طلع برضو السما، وفضل جرجس لوحده. جرجس يا صحابي راح الكنيسه علشان يسمع حاجه حلوه قوي. هو قاعد في الكنيسه سمع ابونا هو بيقول ايه حلوه قوي قوي قوي. يا ترى الايه دي ايه؟ بيع كل املاكك واتبعني. بيع كل املاكه يا صحابي فعلا، وسمع كلام مين؟ بابا يسوع. باع كل حاجه عنده. طب واخواته هيعمل فيهم ايه؟ هيسيبهم؟ لا، اخد اخواته يا صحابي وداهم بيت كبير جدا بيقعدوا فيه الجيران الحلوين، يصلوا ويصوموا ويصلوا مين؟ بابا يسوع. برافو عليكم يا شاطرين. فعلا يا صحابي راحوا الثلاث بنات دول قعدوا في البيت، وهو كان لازم علشان يمسك الوظيفة مكان الأمير يوستوس كان لازم يعمل ايه؟ يسافر. لازم يعمل ايه يا صحابي؟ يسافر. ففعلا يا صحابي جرجس سافر بلد اسمها سور. سافر بلد اسمها ايه؟ سور. دي يا صحابي كانت بلد بعيدة شوية. هو سافر هو ومين؟ هو وثلاثة من اصحابه. هو وكام يا صحابي؟ ثلاثة من اصحابه. فعلا يا صحابي اول ما سافر هناك شاف حاجة غريبة جدا. يا ترى شاف ايه جرجس؟ شاف الناس هناك يا صحابي بيسجدوا للاصنام. بيعملوا ايه؟ يعني ايه يا ميس اصنام؟ مين عارف يعني ايه اصنام؟ الاصنام دي هي حاجة غير الانسان، حاجة مش بتاكل ومش بتشرب وكمان مش بتحس. يعني ايه يا ميس؟ يعني ممكن تكون حجاره يا صحابي. هو ميس عامل زي التمثال حجاره كده بالظبط يا ميس. هو عباره عن حجاره ما ينفعش خالص ان حد فينا يصلي لها. ينفع تصلي لحجاره؟ لا. طب ينفع يا صحابي نصلي لحد غير بابا يسوع؟ لا. طب ينفع نسجد لحد غير بابا يسوع؟ لا. لا، هو الملك دوت كان بيعبد حاجه اسمها اصنام، وكان قايل حاجه غريبه جدا. اول ما عارف ان جرجس جه البلد وان جرجس بيحب بابا يسوع قوي وما بيسجدش للاصنام ومش راضي يسجد لهم، اصدر فرمان. قال ايه بقى في الفرمان؟ قال ان كل الشعب لازم يسجدوا لمين؟ للاصنام. لازم كل الناس تسجد لمين يا اصحابي؟ طب يا ترى جرجس هيسجد لهم؟ لا. طب هو كده يا اصحابي مش هيشتغل؟ مش هو رايح يستلم الوظيفة بتاعته؟ هل هيستلم الوظيفة؟ طب هو جرجس مش راضي يسجد للأصنام ليه؟ عشان خايف منهم؟ لا. ولا عشان هو بيحب بابا يسوع؟ هو بيحب بابا يسوع. يعني هو يا ميس ما انكرش بابا يسوع وما سابهوش زي بقيت لوجاتين بيقولك مش عايز يسيب بابا يسوع خالص. برافو، شاطر يا فيلو. بعد كده يا صحابي الملك طلب الناس ان هم يجيبوا مين؟ يجيبوا جرجس. جه جرجس يا صحابي وقال له ايه؟ انت لازم تسجد للاصنام. قال له انا مش هسجد لهم، انا مش هصلي غير لبابا يسوع عشان انا بحبه. وفعلا يا صحابي الملك
افتكر ان جرجس دوت ساحر عشان كان بيعمل فيه حاجات رونج كتير قوي، كان بياخد جرجس ويضربه يا صحابي، وكان بيعوره، وكان برضو بيعمل فيه حاجات رونج كتير. طب يا صحابي جرجس كان بعد كل رونج الملك بيعمله فيه كان بيبقى كويس ولا لا، ولا بيبقى تعبان؟ بيبقى كويس. عارفين ليه؟ بابا يسوع كل ما الناس الشريرة او كل ما الناس الملك يضربه كان بابا يسوع بيخففه ويخلي جروحه ايه؟ جروحه ايه يا صحابي؟ بيخف ويبقى كويس خالص. الملك افتكر ان ده ساحر عظيم، جاب له واحد يحيله. طب خلاص يا فيلو. طب نسمع يا فيلو بقيت الستوري. بس يا صحابي فعلا يا صحابي جاب الملك دوت واحد ساحر عظيم وكبير جدا، اكتر واحد ساحر فين في البلد بتاعته، وقعد هو وقال له انا عايزك تبطل السحر اللي جرجس بيعمله. طب يا صحابي يا ترى ماري جرجس فعلا بيعمل سحر؟ لا. ولا بابا يسوع اللي بيحميه؟ بابا يسوع اللي بيحميه. وبابا يسوع دايما ايه؟ بيحبوا معاه. انتوا عارفين يا صحابي ان بابا يسوع ظهر لماري جرجس اكتر من مرة وقال له انا عايزك تبقى متمسك بيا وبإيمانك وما تسيبنيش خالص يا جرجس. هو قال له انا مش هسيبك خالص يا بابا يسوع، وانا هفضل ماسك فيك ومش هسيبك خالص. فجابوا له يا صحابي السحر دوت، جاب له كوباية فيها جوس وحط له فيها سمن كتير جدا واداها لمين؟ ماري جرجس. وقال له اشرب الجوز ده. راح ماري جرجس عمل علامة كده، هما ما كانوش عارفين العلامة دي ايه، بس هو يا صحابي احنا عارفين ان العلامة دي رشم ايه؟ الصليب. رشم ايه يا صحابي؟ الصليب. فرشم الصليب على الكوباية وراح ايه؟ شرب منها. يا ترى يا صحابي جرجس وقع؟ لا. جرجس بطنه وجعته؟ لا. لا، بابا يسوع عشان هو رشم علامة الصليب ما خلاش السم يأثر فيه. طبعا يا صحابي الساحر استغرب جدا جدا وكان متضايق هو والملك ازاي ما ماتش. راح قال له طب احنا هنكتف ايده علشان ممكن هو العلامه اللي عملها دي هي اللي ابطلت السحر. وفعلا يا صحابي كتفوا ايد ماري جرجس وحطوا ايده وراه، وهو اديله برضه كوبايه ومليانه ايه؟ عصير فيه ايه يا صحابي؟ سم. راح ماري جرجس قال لهم ايه؟ قالوا له اشرب الجوز ده. قال لهم حاضر. مسكوا ايديا اصحابي وربطوا ايديه فين؟ لورا. راح قال لهم طب انا اشرب ايه الجوز دوت؟ اشربه من هنا ولا من هنا ولا من هنا ولا من هنا؟ طب هو عمل ايه تاني ده؟ ماري جرجس عمل ايه اصحابي؟ رسم علامه الصليب تاني بس بالماوس بتاعه. وفعلا يا اصحابي شرب من الكب وما حصلوش اي حاجه. طبعا الملك اتضايق جدا 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 وبقى متغاظ، انت كل شويه تتشفى، انت اكيد ساحر عظيم، طب انا هعمل فيك رونج كتير جدا جدا. وبعد كده يا صحابي اخدوه وعذبوه وضايقوه جدا. وكان ماري جرجس متضايق؟ ماري جرجس ما كانش متضايق، ماري جرجس كان فرحان عشان مين معاه؟ مين معاه ماسك فيه؟ بابا يسوع. فعلا يا صحابي ماري جرجس عذبوه او ضايقوه 7 سنين. كم سنه بيضايقوه؟ 7 سنين. دي سنين كتير قوي يا اصحابي، كتير جدا ان هم يضايقوه 7 سنين. وفي الاخر الملك اتضايق جدا جدا وراح عمل ايه؟ عمل ايه؟ نال ماري جرجس اكليل الشهاده. نال ماري جرجس ايه يا اصحابي؟ اكليل الشهاده. برافو. احنا نتعلم ايه من الستوري دي يا اصحابي؟ ان احنا نبقى زي ماري جرجس، نبقى ماسكين في مين؟ في ربنا، ماسكين في بابا يسوع ما نسيبهوش ومتمسكين بيه وقلبنا كله ايه؟ ايمان. وماري جرجس ده يا صحابي شفيع كنيستنا وشفيع حضانتنا وشفعنا كلنا، صح؟ الحضانة اللي احنا فيها دي اسمها حضانة ايه؟ ماري جرجس. والكنيسة اللي قدامنا دي، الكنيسة اللي قدامنا اسمها كنيسة ايه يا صحابي؟ ماري جرجس.
ستوري. ده وقت الستوري بتاعنا. احنا النهارده هنتكلم عن ستوري حلوه قوي. احنا دلوقتي معانا انيمالز كتير قوي، النهارده هنتكلم عنهم. احنا يا صحابي كل الانيمالز دول ومعانا اللايون الاسد اللي هناك، احنا كلنا قاعدين فين؟ في الغابه، كلنا مع بعض، كلنا ايد واحده، صح يا صحابي؟ كلنا مع بعض دايما، كل حاجه بنعملها مع بعض عشان احنا دايما قاعدين مع بعض في مكان واحد. تعرفوا يا صحابي ان الاسد بيقولوا عليه ملك الغابه؟ مين يعرف الكلام ده؟ الاسد ده مين يعرف؟ اللايون. الاسد بصوا شكله حلو ازاي. اللايون ده بيقول عليه ايه؟ ملك الغابه. بيقول عليه ايه يا صحابي؟ برافو. طيب يا صحابي، طيب وده مين الصغنن الجميل ده؟ ده مين؟ اسد. ده فار. ده مين؟ الفار. ده مين يا صحابي؟ الفار. بصوا شكله حلو ازاي. طيب ومين الانيمال اللي جنبه ده؟ بصوا معايا، بصوا بصوا، ايه ده؟ الله، ده فيل. إليفانت. طيب الإليفانت يا صحابي عنده حاجة بتميزه حلوة قوي، لونته طويلة. برافو، شايفينها؟ صح يا صحابي. طيب واللي جنبه ده، بصوا معايا، بصوا بصوا بصوا، اللي جنبه ده ايه؟ صرافة. جراف. زرافة. جراف. برافو. بصوا عندها حاجة بتميزها، ايه هي؟ رقبتها ايه؟ طويلة. بصوا رقبتها طويلة ازاي؟ شايفينها؟ طيب يا صحابي عندنا حاجة مهمة قوي 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 بتبقى موجودة في الغابة، ايه هي؟ الشجرة. تري. الشجرة. شايفين الشجرة؟ شايفين الشجرة والزرع. برافو. جم يا صحابي الانيمالز بتوعنا دول عملوا ايه؟ ايه اللي حصل؟ مش احنا قلنا ان هما دايما مع بعض وايد واحده متماسكين مع بعض قوي؟ فجاه يا صحابي حصلت بقى حاجه غريبه خالص. كان في مره الفار الجميل ده واقف كده قاعد تحت الشجره. تعالي يا شجره. قاعد كده تحت الشجرة وإيه؟ وهو واقف لقى إيه؟ لقى اللايون كده قاعد تحت. فين الشجرة كده؟ لقى إيه؟ اللايون قاعد. راح إيه اللي حصل؟ راح الفار قال إيه؟ طيب ما أنا كده وأنا قاعد جات لي فكرة، أصلي أنا زهقان خالص وعاوز ألعب. عمل إيه؟ قال أنا هنزل كده من فوق الشجرة، انزل اعمل ايه؟ العب مع اللايون. حد يلعب مع اللايون؟ راح قاعد يلعب. ما راح اللايون قال ايه؟ ايه ده؟ مين بيلعب معايا؟ ايه ده؟ بص كده وفتح عينه وبص حواليه. ايه ده؟ الفار. فرفور بنفسه جاي لغاية هنا. انت جاي تعمل ايه يا فار؟ راح الفار قال له ايه؟ هتقول له ايه؟ اصلي انا كنت قاعد زهقان وكنت بتمشى فانا لقيتك وقلت ايه؟ اجي العب معاك. تلعب مع اللايون؟ طيب. راح الاسد قال له انت كمان جاي لي برجليك؟ ده انا هاكلك هم هم عشان انا جعان خالص. تفتكروا يا صحابي هيسيبه ولا مش هيسيبه؟ اللايون ده سنانه عنده سنان قوية قوي. راح قال له ايه؟ الفار قال له ايه؟ طب هو انت ممكن يا فار، ممكن يا لايون تسيبني؟ ارجوك. طب انت ممكن تسيبني وانا مش هضايقك تاني ومش هعمل رنج تاني يزعلك. طب اقول لك خلاص انا اسف، ام سوري سوري خالص، انا مش هعمل كده تاني. راح وصله قال له انا اصلا جعان وانت جاي غيط عندي برجليك. راح قال له طب ما انا هقول لك على فكره حلوه، مش ممكن انت تسيبني وبعد كده في يوم من الايام اجي انا وانقذ حياتك؟ اللايون قال ايه؟ ها ها ها، معقوله الفار الصغنن ده ينقذ الاسد ملك الغابه؟ معقوله يا صحابي؟ الاسد اقوى ولا الفار؟ الاسد. الاسد اقوى. طيب ايه اللي حصل يا صحابي؟
بعد كده قال له طب خلاص، بما انك بقى بتقول ان انت تقدر تنقذ حياتي في يوم من الايام، خلاص انا هسيبك تعيش ومش هاكلك، وريني بقى الايام هتعمل ايه علشان انت تنقذ حياتي. راحوا يا صحابي، مرت الايام وهم كانوا ماشيين الانيمالز كلهم مع بعض. يلا يا فار امشي معايا، ماشيين ماشيين ماشيين، يلا نرجع تاني، ماشيين ماشيين في الغابة ماشيين. فجأة عملوا ايه؟ لقوا ايه؟ لقوا هناك في مصيدة معمول في اسد اللايون الكبير ده، معمول له فخ. طب ايه اللي حصل يا صحابي؟ اول ما راحوا اللايون، ايه اللي حصل؟ كان ماشي كده وبقيت مختر، ماشي 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 ماشي، فجأة راح اللايون دخل فين؟ في المصيدة. اول ما دخل عمل ايه؟ خلاص المصيدة اتقفلت عليه وبقى مش عارف يطلع، وبقى مش عارف يطلع خالص خالص. وهو قاعد لقى مين جاي من بعيد. روحوا تعالوا من بعيد، يلا يا فار تعالى. ايه ده، انت جاي تطلعني؟ انا مش عارف اطلع خالص، وهم حبسوني هنا وانا مش عارف اتحرك، ارجوك يا فار طلعني. احنا عارفين يا اصحابي ان الفار عنده سنان بيعمل بيها ايه؟ شجر، بيكسر بيها اي حاجه كده لحتت صغننه. عمل ايه؟ راح الفار يا اصحابي قال له ايه؟ قال له استنى يا اسد خليك، وانا هعمل ايه؟ هطلعك من المصيده اللي انت فيها. راح الفار عمل ايه؟ قعد يقرقط في الشبكه، يقرقط 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 يقرقط، والاسد طلع فين؟ بره. الاسد طلع فين؟ بره. يبقى مين اللي انقذ الاسد؟ الفار. مين اللي انقذ الاسد؟ الفار الصغنن. مع ان الفار الصغنن ده صغنن خالص، واللايون الاسد بصوا كويس ازاي؟ شايفينه كويس ازاي؟ ومع رغم ذلك ان الاسد هو اللي طلع من الفخ بتاعه بفكرة مين؟ الفار. وراح اول ما طلع قال له ايه؟ شكرا يا فار، انا بشكرك خالص خالص عشان انت انقذت حياتي، شكرا خالص، انا لولاك، شكرا انا لولاك ما كنتش هعرف اطلع من الفخ اللي انا كنت فيه ده خالص خالص، وكل الانيمالز سابتني ومحدش ساعدني خالص غيرك. انا بشكرك يا فار عشان انت وقفت جنبي، واحنا الاتنين من النهارده ايه؟ صحاب. يلا نقول لاصحابنا باي باي.